اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع حصاد لاخبار القوات المسلحه على مدار الاسبوع. بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه ذكرى ليله الاسراء والمعراج. كما بعث وزير الدفاع للرئيس تهنئه رجال القوات المسلحه بهذه الذكرى العطره مؤكدين وفاءهم بالمهام الوطنيه التي يحملون امانتها بكل صدق واخلاص وتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحيه والفداء، ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقه للعسكريه المصريه، اوفياء بقسم الولاء للوطن والاخلاص له. لتظل مصر وطنا امنا مستقرا بعطاء وتضحيات ابنائها كما بعث الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه برقيه تهنئه مماثله لرئيس الجمهوريه وافراد القوات المسلحه بهذه المناسبه في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم اناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه بمدينه نصر في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكر استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاسبق في التاسع من مارس عام 1969، اناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه بمدينه نصر وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة نظمت جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا وذلك بالتزامن مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم واعلن مدير جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم نظمت جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبه الوطنيه حيث اعلن مدير جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليه الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام وأكد ان احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض يجسد اسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لابناء مصر الاوفياء المدافعين عن امنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل واضافوا الى سجل الوطنيه المصريه صفحات من المجد والفخر للاجيال القادمه من ابناء مصر واشار الى حرص القوات المسلحه على تقديم كافه اوجه الرعايه الصحيه والرياضيه والاجتماعيه والفنيه لابنائها من اسر الشهداء ومصاب العمليات الحربيه عرفانا لهم وتقديرا لما قدموه من تضحيات لاعلاء كلمه الوطن افتتح مدير جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لابداعات ومنتجات المحاربين القدماء واسر الشهداء ومصابي العمليات الحربيه والذي يستمر حتى العشرين من مارس الجاري بمقر جمعيه الوفاء والامل بمدينه نصر استمرارا لاحتفالات القوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم يضم المعرض منتجات اعضاء جمعيه المحاربين القدماء والعديد من الاعمال الحرفيه واليدويه بالاضافه الى منتجات الجمعيه من الاجهزه التعويضيه ياتي المعرض ضمن الانشطه التي تقدمها الجمعيه لرعايه اعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربيه ولاكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفه والمشاركه في تسويق منتجاتهم نفذت القوات البحريه المصريه والفرنسيه تدريبا بحريا عابرا بنطاق الاسطول الجنوبي بقاعده البحر الاحمر حيث تضمن التدريب العديد من الانشطه التدريبيه المختلفه ذات الطابع الاحترافي من بينها التدريب على اساليب عمل التشكيلات البحريه غير المتجانسه في تقدير الموقف بمناطق العمليات واسلوب التعامل مع التهديدات المختلفه كذلك التدريب على حمايه هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتمله بالاضافه الى تمارين دفاع جوي وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على اسطح الوحدات البحريه تمكنت عناصر من القوات البحريه من انقاذ طاقم سفينه نقل بضائع مكون من احد عشر فردا بعد تعرضها للغرق شمال مدينه ابو اير وعلى مسافة 45 كيلو مترا بعد ورود إشارة استغاثة فجر الخميس تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من 11 فردا من جنسيات مختلفة و اصدرت الاوامر من قياده القوات البحريه بدفع خمس وحدات بحريه من قاعده الاسكندريه البحريه لتقديم اعمال المعاونه والانقاذ وتم انتشال تسعه افراد احياء وفرد متوفى وجاري البحث عن فرد مفقود واكد المتحدث العسكري انه تم تقديم اوجه الرعايه الطبيه الاداريه اللازمه لهم وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونيه بواسطه السلطات المختصه نظمت القوات المسلحه احتفالها السنوي بالذكرى المباركه لليله الاسراء والمعراج لعام 1442 هجري. والقى اللواء عماد شاهين مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحه كلمه نيابه عن الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي اكد خلالها ان الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج يذكرنا دائما بضروره اتباع اخلاقيات الرسول الكريم الذي ارسى قيم العدل والحق والمساواه بين الناس من دون تفرقه او تمييز او تعصب او تشدد واحترام حقوق الانسان الذي كرمه الله وقع مركز البحوث الطبيه والطب التجديدي للقوات المسلحه بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. والقى اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبيه والطب التجديدي للقوات المسلحه كلمه نقل فيها تقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أهمية أن تدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني. وأكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديث. من جانبه أشار دكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة. كما انه يعد عيدا للعلم والانسانيه وللشعب المصري. مشاهدينا كان هذا عرضا لاهم وابرز انشطه القوات المسلحه خلال الاسبوع شكرا لكم.